أنا فؤاد شرف الدين، شرف عندي الدين. للحقيقة جملة عادة كنت أقولها هيك بمقابلاتي التلفزيونية أو الإذاعية، أو إنه نحن بزمن رديء كثرت فيه الذكور وقلت الرجال، كثرت فيه الأناث وقلت السيدات. هلأ صرت مضطر بناء على اللي عم بسمعه وعم راقبه وعم شوف، وما حدا طالب مني شيء، انا عم بقول شهادة لله، نحنا بزمن كتروا فيه اللي عم بيعووا. اذا من صنف الرجال بده يكون بيقدروا يجيبوا معهم نساء، واذا من صنف النساء بده يكونوا بيقدروا يبينوا المحرمات، ما عندهم مشكلة بينجحوا. بينما مثلا بعرف انه في مطرب كنت اسمعه بدون ميكروفون وبدون شيء وبدون استعداد وبدون موسيقى اسمه علي شلهوب، وما عم اقول لحتى لانه صديقي، هو صديقي بس مش عم اقول لانه صديقي بس، لا صوت حلو وكلمة حلوة وملتزم، للأسف الشديد ما عم بسمعه بهالأيام. بتمنى أني أسمعه عن جد، وهو ما أكتر أني أقول. هلأ وضعه كمان، يعني أنا بالنسبة إلي للي ما عرفني من صوتي، أنا فؤاد شرف الدين، بعد ما كانوا ينطروني من فيلم لفيلم، اليوم معروف شو يا ضيف بس عم بياخد حقي، يعني مصمم عد على جرحي بس بدي اخد حقي، يعني بياخد حقي لو ضيف ولا غير ضيف، واسمي ما حدا بيسترجي يلعب فيه، كمان بدي اخد حقي المعنوي بالاسم. للأسف الشديد باعتبار وقف التصوير ووقف كل شيء ووقف الدفع بذات الوقت، فهذه هي الحياة. بالفرنسي في مثل بيقولوا حلو، يعني هذه هي الحياة وقديش وسخة الحياة. وشكرا لاستماعكم لهالكلمة. أنا فؤاد شرف الدين.